مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه النافذة الإعلامية المطلة عليكم من سوق المدبسة في وسط بيت اللحم، هذا السوق القديم في المدينة، للاطلاع على آخر الأوضاع والمستجدات المؤثرة والمتأثرة بواقع الاقتصاد الفلسطيني والذي يطال المزارعين وكذلك يطال الشراء وكذلك يطال أيضا الباعة بشكل عام. نحن الآن في هذه الأثناء سنحاول استنطاق الباعة وكذلك الذين يشترون للسؤال عن حال الواقع الفلسطيني، الواقع الاقتصادي، خاصة وأن ثمة غلاء تشهده الأسواق الفلسطينية مؤخرا بفعل القرارات التي طالت البضائع وكذلك البسطات وغيرها. سلامات، يعني الله يسعد مساك. لو تعرفنا عن حالك وتحكي لنا عن وضع الاقتصاد ووضع الإقبال على المكان. إذن يعني لا يرغب هذا البائع في هذه يعني على هذه البسطة، كما ترون يبيع الترمس، يعني امتنع في اللحظة الأخيرة عن الخروج عبر الشاشة للحديث عن وضع الإقبال على الشراء من البسطة، بسطة الترمس. كما ترون هناك عرض لعدة بضائع، منها يعني الملابس، الشنط، الأحذية، وكذلك هنا يظهر في الشاشة يعني فاكهة الأفوكادو على هذه البسطة. الله يسعد مساك، تعرفنا عن حالك وتحكي لنا كيف الإقبال على البسطة اللي جيت فيها اليوم. كيف الإقبال على الأفوكادو؟ الحمد لله. كيف الناس؟ كويس؟ كويس، بس مش هالحركة اللي بدك إياه. مش هالحركة. يعني الطقطق. الله يعطيك العافية. إذا كما ترون المشاهدين هذه هي الحركة تبدو في هذا الشارع الممتد من المدبسة إلى سوق بيت لحم القديم هنا في العمق، كما ترون باتجاه حارة الفواغرة تبدو الحركة بشكل مستمر هنا، يعني شبه مستمرة، تخبو وتزداد يعني من يوم لآخر، ولكن هذه هي الحركة شبه المعتادة. ليس كل الناس يحملون في أيديهم الحاجيات، جزء منهم يأتي يعني يتفقد الأسعار وكذلك الحاجيات. سلامات خالتي، بعد يعني الله يعطيك العافية ويسعد مساكي. لو تحكينا شو بتبيعي، شو بتسوي، وكيف إقبال الناس عليها؟ والله يعني كتيرية زمان راح وبطل الجيل اليوم يوصلوا هذا القطين. منبيع ورق. من وين؟ من جارة الشمعة. وكيف الإقبال الناس على مش كثير، هينا من الصبح عليها. كمان شايفين في القناة فيها ورق عنب وزيت زيتون، كيف الإقبال على بقية الأشياء؟ الناس معبية، ما فيش حدا بأخذ هالحين، الناس عبت كناني عندها قليل، تمن الناس تشتري. الإقبال بشكل عام قليل. قليل. وكيف شايفة يعني؟ إلى واحدة بتقول لي الناس بطلت توتش السلبانة توتش للقطي. تبعد. خلص. إذن يعني هذا التغير الذي طرأ على السوق الفلسطيني بشكل عام، يعني جعل جزء من الأسواق أحيانا جزء استهلاكي أكثر مما هو إنتاجه، ولكن في هذا السوق يعني يعمر بالفواكه وكذلك البضاعة المجففة، يعني أو بمعنى الأطعمة المجففة مثل الزبيب، القطين، الجوز. كما ترون يعج هذا الشارع بالملابس والأطعمة وغيرها. كيف حالك؟ شو بتصور لقاء؟ يعني الغلا مغلا وهيك، اسألها وهي زعلانة.
إذا مشاهدينا كما ترون هذه هي حالة الإقبال على السوق الفلسطيني. الله يسعد مساك، تحكي لنا شو بتبيع في هاي العرباية، وتحكي لنا كيف الإقبال الناس؟ بنبيع ذرة، والناس شو بدي أقول لك، حركة ضعيفة مش زي زمان. كيف الغلاء طال الإقبال على العرباية اللي أنت بتبيع عليها؟ والله كل شيء غالي الأيام هذه، والله الله وكيلك كل شيء غالي. بقيت توفي معنا بس بطلت، الله وكيلك. كل شيء بطلت. يعني شو بدي أقول لك، صرنا يعني نجيب كرتونة كرتونتين، يعني بقينا نسوي مبلغ صفينا ما نسويش النص، الله وكيلك. بقى في شغل، الله وكيلك، ربطت الكاسات غيرت، بقت حقها شكلين ونص صارت حقها ستة، والوسط حقها ثلاث ونص صار حقها سبعة. كل شيء غالي، والبهار غالي، والذرة هي بدها تغلى. يعني شو بدي أقول لك، بس برضه الحمد لله رب العالمين. ذرة الغاز عبيها بخمسة، والناس صار إقبالها بالتالي أقل يمكن. والناس شو بدي أقول لك، يعني مش مستوعبين هذا الحاكم، بنحكي لهم هذا الحاكم مش مستوعبين، بدهم نفس السعر. بدنا نغلي، بس شو بدي أقول لك، العالم بدهمش. بقول لك حتى بدهم أرخص الساعات، إحنا بنبيع عادي يعني طبيعتنا، بنبيع الكاسة خمسة سبعة عشر. وشو بدي أقول لك، كل شيء غلي، والحين بدنا نزيد الكاسة والعالم مش راضي حتى. الله يعطيك العافية ويعوضك يا رب. إذا مشاهدينا الكرام، كما ترون الغلاء يطال المواد الاستهلاكية الأولى، مثل ما استمعتم طال الكاسات وكذلك البهارات والذرة. على مستوى عرب الذرة هذه الذي كنا نتحدث مع صاحبها قبل قليل أو الآن، وبالتالي التأثر يطال أيضا المواطنين الذين يعني يأتون يحاولوا أن يشتروا ويحصلوا على كاسة ذرة مثلا، ولكن الوضع الصعب يعني يأتي من طرفين بشكل عام. الله يعطيك العافية، يسعد مساك. تعرفنا عن حالك وتحكي لنا كيف وضع الاقتصاد في السوق الأيام هاي. معتز الحروب، صاحب محل يونس سنتر. الوضع الاقتصادي يعني مش قد كده، بس ولكن لقدام إن شاء الله بتحسن. كيف أثر الغلاء المعيشي والقرارات اللي طلعت مؤخرا عليك أنت كتاجر وكصاحب محل؟ طبعا أثرت شيء كثير، يعني الزبون يعني بيشتريش، يعني أقول لك يا صراحة، يعني بتحكي له سعر بيسحب حاله بيجي طالع. اما لو انه ارخص يعني بدك تبيعه، يعني هو بيستفيد وانا بستفيد، يعني لا انا مستفيد ولا هو مستفيد. عرفت كيف؟ الاستفاده للجهتين، ولكن الحين فيش استفاده لا لجهتي ولا لجهته. تمام، هذا الحياه هيك، يعني هيك الغلا. الله يعطيك العافيه وربنا يعوضك. كما ترون مشاهدينا يعني بشكل عشوائي نسير هنا في الشارع، يعني نتحدث مع المواطنين، وهذا هو صوت المواطنين بشكل عام. غلاء على الأسعار وضعف إقبال من قبل المواطنين على السوق. كما ترون في المشهد المواطنون يعني يأتون إلى السوق، في حركة، يعني توجد حركة، ولكن بدون أن يحملوا حاجيات، وكما ترون يعني وجوه الناس التي تأتي من هذا المكان وتمشي. إذا مشاهدينا الكرام، شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.